ومن هنا كان مصدر تلقي المسلمين لهذا الدين وعملهم بما فيه هو الكتاب والسنه وفق فهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما وعملهم بما فيهما من اصول اهل السنه والجماعه التي ينبغي ان تكون واضحه في عقيده المسلم اعتقادهم وايمانهم ان كتاب الله سبحانه وتعالى وان سنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذه السنه التي نقلها الاثبات سواء في العقيده او في الاحكام ان ذلك كله وحي من الله يجب على كل مسلم اعتقاده والعمل به وان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما اوحي اليه من ربه لامته استجابة لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. طبعا ايضا من 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 الامور المهمه في منهج اهل السنه في مجال العقيده بالذات ان صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام هم اعلم الناس بهذا الدين. لماذا؟ لأنهم عاصروه عليه الصلاة والسلام نقلوا عنه الكتاب والسنة اعتقادا وقولا وعملا وأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وأرضاهم فهم خير امه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنه خلفائه من بعده، ومن هنا كان مصدر تلقي المسلمين لهذا الدين، وعملهم بما فيه هو الكتاب والسنه وفق فهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما. وعملهم بما فيهما من أوامر واجتناب ما فيهما من نواهي وقد تلقى السلف الصالح كما هو معروف هذا الدين جيلا بعد جيل منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وبقي محفوظا والحمد لله على مر العصور وهو باق بفضل الله ونعمه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها